بس روبين عيسى، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكم. بدايه شو بتخبريني عن مشاركتك ودورك بفيلم الاعتراف؟ مثل ما شفتوا انا دوري كان دور امراه ريفيه، شخصيتي اسمها سهام. هي الامراه يلي عندها افكارها ومعتقداتها وهيك، بصير ظرف، يعني بتجي امرأة على هذا البيت بينقذها زوجها، فهي بتعمل لها مشكلة وجودها يعني بهذا البيت، وبتحس انه وجودها سبب كوارث وجابت فال ما منيح على هذا البيت، وبيموت ابنها الصغير بحادث، فهي بتترك البيت وبتمشي لانه هي بتكون اكدت قناعاتها بانه هي كان معها حق وانه جوزها ما سمع منها، وبتصير بقى يعني بسبب هذا هي القصه القديمه والماضي بنشوف لقدام شو الكوارث اللي بتصير. ليش السينما السوريه ما عم تاخذ حقها جماهيريا؟ يعني بنشوف نحن الافتتاح الاول او العرض الاول دائما في حضور كثير، بعدين شخص او شخصين بيحضروا، شو السبب؟ والله هلا دائما عروض الافتتاح فيها كثافه حضور اكيد، بس لا انا ما دائما بلاحظ هيك صراحه، يعني هلا بالعروض الجماهيريه بتلاقي ناس بتجي وبتحضر وبتتابع، هلا يمكن نحن جمهورنا التلفزيوني شريحته اكبر، لكن هذا ما بيعني انه نحن ما عندنا جمهور سينمائي وعندنا ناس بتجي بتحضر بالسينما اكيد. عن أعمالك السنة القادمة؟ والله هلا فترة تحضير، يعني لسه الموسم ما بلش، يعني هلا عم نقرا عم نشوف، فما فينا نقول شيء لحتى نأكد يعني نحن شو عنا. تابعوا جديدي وكل أخباري على قناة كيو ميديا. روبين عيسي.